السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم الشباب؟ معكم أخوكم بسام. اليوم إن شاء الله تعالى بنكمل تختيم إلدن رينج الحلقة 55. في الحلقة اللي راحت كملنا مشوارنا في منطقة العاصمة الذهبية، ووصلنا لأول زعيم في هذه المنطقة اللي هو غوتفري الذهبي، وأخذنا منه التيلسمن، خانة التيلسمن الرابعة، فصار عندي 4 خانات. ولو تذكرون في الحلقة اللي راحت برضو قابلنا الجولد ماسك، وصاحبنا معلم الانكانتيشن كان متوتر ومو عارف ايش فيه المعلم اللي هو حق الجولد ماسك، مو عارف ايش فيه، فقاعد يلمح لنا انه في زي اللغز، مو عارف يحل اللغز. وفي ضربة من الضربات احنا جبناها اللي هي هذه الضربة اللي انا حاطتها لو اوف ريجريشن، فهذه الضربة هي اللي راح تحل لنا اللغز إن شاء الله تعالى. فعشان استخدم هذه الضربة، لو تذكرون في الحلقة اللي راحت حاولت أني أعلي الانتليجنت قد ما أقدر، لبست الخوذة هذه، حطيت التيلسمن والمشروب، حطيت الانتليجنت عشان أزود. ونفس الشيء أنا مفعل الجريت روين حقت جودريك، تعطينا +5 في كل الستاتس عشان أقدر أوصل الانتليجنت على قد المتطلبات حقت هذه الضربة عشان نحل اللغز. فبإذن الله مجرد أنه نحل اللغز راح نرجع ونكلم معلم الانكانتيشن. فيا هذه مقدمة، فإن شاء الله تعالى بنكمل تختيمنا لهذه المنطقة. أتوقع إن شاء الله تعالى حلقة اليوم راح نخلص العاصمة بإذن الله. كان بإمكاننا نخلصها في حلقتين بس راح يكون لعب سري سري، ما راح استكشف يعني مظبوط. أبي هذه نزلة طيحة. أوكي، هذه البونفاير شايفينها، نبي نجي من هنا وفي المصعد راح ينزلنا لتحت. ومجرد أنه نحل اللغز خلاص بشيل الأيتمات، يعني ما مو لازم أحطه طول الوقت ترى. يعني الضربة دي ما راح استفيد منها الضربة إلا مرة واحدة. وفكرة الضربة دي أنها تكشف لك الأشياء المخفية، يعني لو في جدار مخفي هذه الضربة تفك لك الجدران المخفية طالما أنك حولها في نفس المنطقة. أهو لو تذكرون هذا هنا لما كان في القرقويل الكبير، وهنا كانت الشجرة، أخذنا الجولدن سيد. فإحنا دحين من الدرج هذا لو تذكرون في الحلقة اللي راحة أشرت عليه، فنجيله بعد ما نهزم الزعيم. فالآن طريقنا من هنا، وبمجرد أن نوصل هنا شايفين هذا التمثال عليه ريدجون، وفي رسالة regression alone reveal secrets. هذه رسالة من الشركة، هذه رسالة من اللاعبين، هذه رسالة من الشركة. ففي تلميح regression إيش reveal secrets. فالحين من هنا من هذا المكان من هنا نشرب المشروب، يمدينا نستخدم الضربة، وراح أسوي الضربة. وركزوا على التمثال، شايفين التمثال تغير. الفكرة وش أنه رادوغان هو ماريكا، هذا هو حل اللغز، رادوغان أنه هو ماريكا. فالآن بإمكاننا نرجع لمعلم الله، خلاص حلينا اللغز احنا، الحين بدينا نرجع ونقول له هي ترى حلينا اللغز. خلينا نرجع الادوات حقتي زي ما كانت. فيمدينا نرجع لمعلم الانكانتيشن ونقول له عن الاستكشاف هذا اللي استكشفناه، راح ينبسط صاحبنا. بس قبل ما اروح له ابى اخلص، طالما اني هنا أبى أخلص هذه المنطقة مرة واحدة أجيب السلاح الليجندري عشان ما ننسى. تذكرون قلت لكم في سلاح موجود على الرمح هذا الكبير؟ شفتك دودة قرقويل، مو قرقويل، هذا كروسبل نايت. ما ادري اذا الدودة راح تختفي ولا راح ترجع. والله رجعت. ما
اوكي قتلنا ان شاء الله الدودة ما اختفت. لا والله موجودة قاعد تدور فوق. اوكي قتلنا واخذنا البارير اوف جولد. هذه ضربة انكانتيشن تزود الدفاعات حقتك ضد السحر. المكان هذا هو انتهى. فانتبهوا انا صراحة جيت بالمكان في اول تختيمة لي وراح عن بالي الرمح. فتأكدوا انكم لما توصلون لذا المكان تجون هنا وتنطون على تنطون على البيت ده الصغير. شايفين حتى في رسالة يعني الناس حطيناه. من وين ننط؟ عاد انا بنط على العتبة، بنط على البيت. ايوه جبت العين؟ اوكي زبطناها بس شكلي جبت العين. ما ادري اذا في ايتم فوق ولا ما اتوقع، بس نزلنا على الرمح فيمدينا نطلع زي كذا وناخذ. لا يا الله اوكي الحين كيف ارجع؟ عادينا في بون فاير، خلينا اريح عند بون فاير وارجع مرة ثانية. ما ادري كيف اتزحلقت. طيب برجع للبون فاير مكان ما برينا الزعيم، هذا اقرب طريق. وبننزل من المصعد مرة ثانية. راح نروح من هنا من على اليسار. وننزل من المصعد. خلاص دحين يمدينا اشيل الضربة هذه ما احتاجها. يبغالنا نروح للمعلم ما ننسى. خلينا نجيب المصعد. اوكي نزله من هنا. بسم الله. اوكي ظبطنا النزله. خلينا ناخذ السلاح ان شاء الله نظبطه. ما ادري كيف طحت. مشوه اوكي هذا هو السلاح. هذا السلاح الليجندري نحتاجه عشان البلاتينيوم. طيب الحين نبى نرجع للمعلم. خلاص دحين تقدر تقول جبنا كل الايتمات في منطقة العاصمة. بقي المجاري والزعيم وزي كذا، بس انا اتكلم عن الايتمات. واذا في ايتم نسيت تقولوا لي في الديسكريبشن يا شباب، بس اغلب الايتمات يعني جبناها الحمد لله. واهمهم السلاح هذا، هذا المهم فيهم كله عشان التروفي. ونفس الشيء الكوست حق معلم الانكانتيشن، يعني حل اللغز هذا مهم اذا تبى تسوي النهاية حقتهم، لانه له نهاية له تختيمة. ما عليها تروفي بس لها تختيمة. فنبى نروح للمعلم. المعلم فوق، بنروح له دحين وراح نقول لهم عن الاستكشاف اللي سويناه. ما ادري اذا هو هنا شكله فوق. لا هذول هم. اوكي كويس. هلو خلينا نكلمه ونقول له عن الاستكشاف اللي حصلناه. Oh, was that you? Yes, the master is still seized. And after coming all this way, why now of all times?
شايفين يمدينا دحين نكلمه. Who exactly was the master? His finger has ripped. But the Erd tree. Why must these? We were on the very. Who exactly the master? His finger. But the Erd. قريبة. أظن يمديني أكلمه. ما أكلم الولد. أكلم المعلم نفسه. راح يتحرك. شايفين؟ يجيك الخيار هذا. Tell him that Radagon is America. هذا هو اللي استكشفناه لما حلينا اللغز. التمثال كان Radagon رجال. ولما سوينا ضربة الانكانتيشن تغير التمثال وتحول لماريكا. فيعني حل اللغز إيش هو؟ أنه Radagon هو نفسه ماريكا. فنبقى نقول له. فمجرد أن نقول له شوف إيش يصير. أخذنا التحية هذه وبدأ يحرك. تقدر تقوله. فنقدر نكلمه. What on earth did you do to the master? Well, not that I'm complaining. Master's finger moves again, resuming his cogitation. More than good enough for me. I haven't the words to thank you. So I'd like to pass this on to you instead. A glimpse into the heart of the Golden Order. Documented by yours truly. أو صار عنده ضربات جديدة لو تلاحظون صار عنده ذي الضربة. فخلينا مرة واحدة نشتريها. ما بستخدم الصغار راح أطول. استخدمها كلها. فنشتري ذي الضربة كده. إحنا شارين كل الضربات من عنده. مو ضروري تشتريهم كلهم بس يعني انا احب اجمعهم كلهم. To think that Radagon was Marika herself, or at least such is all I can interpret from the rhythm and calculus of his finger. How would such a thing even have been possible, I wonder? Sadly, I cannot. Do you have a fuller understanding of the matter? Oh, well, either way, I can... In truth, it matters very little whether I understand the master's thoughts or not. I am merely his scribe. It is my sole and unwavering purpose. Further study of incantations, is it? Indeed, I applaud. فخلاص احنا الحين خلصنا الحوار حقه بالكامل. بإذن الله الخطوة الجاية راح يتقدم ويروح لمنطقة قدام في اللعبة. راح يروح لمنطقة الثلج بإذن الله. فهذاك المكان هو أتوقع المكان الأخير اللي راح نقابله فيه هناك. وإذا مشينا في اللعبة يمدينا نيجي هنا نهاية الكوست حقه ينتهي هنا أو تحت. يمدينا نأخذ ملابسه. Further study of indeed I applaud. فيا لو نسوي كويت ونرجع راح يغير مكانه. أظن راح يختفي. ممكن ما يتحركوا إلا لما نروح منطقة الثلج. الله أعلم. يا شايفين للساعة موجودين فما راح يتحركون. ما راح يتحركون إلا لما نوصل منطقة الثلج. فراح نحصل الولد هناك. فإحنا كذا خلاص خلصنا الجزئية حقت الكوست حقهم. الجزئية هذه حلينا اللغز ويبغانا نتقدم في اللعبة ونكمل بعدين في الكوست حقهم. إيش الهدف من الكوست؟ يمدينا نجيب تختيمة من التختيمات الستة. في ثلاثة تختيمات عليها تروفي وثلاثة تختيمات ما لها شيء. اوكي الحين خلونا نروح لنباري الزعيم. نباري الزعيم الرئيسي الحقيقي حق المنطقة. يعني قد وصلنا عند البومفاير فيمدينا نروح نواجه الزعيم. هذا المكان راح نجيله بعدين ان شاء الله تعالى. تذكرون ذي البوابة وريتكم اياها في الحلقة واللي راحت اللي قبلها. احنا بدينا مرحلة من هناك. منطقة كبيرة. اوكي مجرد ان نجي هنا نحصل علامة في الدنامين علامة ملينا. فيمدينا نستدعي ملينا عشان تباري معانا. وتراها قوية تراها قوية قوية. وشي راجع لك تبي تستدعيها ولا لا؟ انا عن نفسي راح استدعيها مع انه راح تزود الدم حقة البوس بس لانها فلة. فخلينا نستدعي ملينا.
وين نقول بسم الله ندخل. يلا ملينا. What is thy business with these thrones? تقدر تقول هذا حارس العرش او Godric the Golden. The twin prodigies, Mikala and Melania. General Radahn. Praetor Rykard. Luna Princess Rani. Willful traitors, all. Thy kind are all of a piece. أتوقع هو اللورد حاليا، ممكن، ماني متأكد. ولا حارس العرش ممكن هو، ماني متأكد. Pillagers. Emboldened by the flame. هذا قد بارنا أول في قلعة ستورمفيل كاسل، بس هذا التطور القوي حقه. Have it writ upon thy meager grave. Felled by King Morgoth. ملك مورغوث. Last of all. آخر الملوك، يا آخر الملوك هو. The Omen King. بعد الكاتسين ما يعطيك فرصة. ملينا جات كويس. أبغى استدعي أنا، أبغى أحط بفاتي، نجيب الصمن، نعالج، نشرب البوشن ونجلده. أو في ايتم ترى يمكننا نستخدمه ضده، هذا الايتم يحبسه. نسيت اوريكم اياه. شوفوا ما يزبط الا في الفيز الاول، ما يزبط الا في الفيز الاول. هذا الايتم يحبس لك الزعيم، يسوي له زي الستان. قتلنا. يا هذا الايتم تذكرون فادر غاسكوين في بلاد بورن، علبة الموسيقى لما تستخدمها يستن البوس. هذه نفس الفكرة، لو تستخدمها في الفيز الاول تستن البوس. يمديك تستخدمها مرتين او ثلاثة، ماني متأكد، بس مرتين اكيد. يا بعد ما نهزم الزعيم جبنا الجريت روين حقته، هذا يعتبر زعيم رئيسي، واخذنا الروح حقته. والان يمدينا ندخل الشجرة، بس لما نوصل الشجرة يبغالي أغير الميكسات حقتي، أرجعها زي ما كانت. لما نوصل الشجرة راح يجينا نحاول نلمسها، أنه ما يمدينا نفك البوابة، ما يمدينا ندخل داخل الشجرة، مقفلة ما يمدينا أبدا. وفي بونفاير دحين طلعت، يمدينا نجلس عند البونفاير، وراح يجينا حوار ما بيننا وما بين ملينا. Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. You were unable to enter the Erd Tree. قل ما قدرت انك تدخل الشجرة. Prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable. A husk of the Erd Tree's being that spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord. الطريقة الوحيدة انه تروح للإلدن رينج وتصير إلدن لورد أنك تدخل عن طريق البوابة هذه، بس البوابة هذه مكفلة ما يمديك تفتحها. يقول لي أبيك
تروح في مهمة جديدة، في رحلة جديدة. تبغى نروح مكان اسمه الفليم اوف روينز. اوكي. في منطقة الثلوج. I can set the earth tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. ايش الخطة حقتنا؟ تبغانا نروح لمنطقة الثلج وهناك يمديها تحرق الشجرة، ولما تحرق الشجرة يمدينا ندخل ونقدر نصير الإلدن لورد، وهي تبي تساعدنا في الطريق وعطتنا ذا الايتم الرولد ميداليون، صار في علامة فين نقدر نستخدم هذا الايتم. يمدينا نكلمها مرة ثانية. تعيد نفس الكلام. اوكي خلينا نصلح المكسات. ما ابغى الانتليجنت، ابغى ارجعها للفيث. نبغى نلفل. وصلنا 118. نايس. اوكي وفي الخريطة حطت لنا علامة فين نقدر نستخدم المفتاح اللي عطتنا اياه هنا، شايفينه؟ هذا هو اللي بيودينا لهذا الطريق، فراح نروح هناك ان شاء الله تعالى. هذاك هو طريقنا لمنطقة الثلج. فانا حاليا قبل ما يعني ما نبني الحلقة الحين، فبفتح ذا الطريق وبفتح البونفاير اللي هنا، ويصير بعدين في الحلقة الجاية يا بنكمل في منطقة الثلج او ننزل ونروح منطقة المجاري، نخلص منطقة المجاري بالكامل. فمنطقة المجاري بديك تسويها حتى لو بعدين، يعني ما هي مشكلة. فبشوف كيف، لسه ما قررت. طيب الحين وين بنروح؟ بنجي هنا. افضل طريق من ال هذا مكان جينا، افضل طريق من البونفاير، من هذا البونفاير من البالكوني. وكان في قلعتين او برجين وصلنا له الحين. هذا البرج كان مقفل، بس هذا البرج اللي كان يمدينا، اتوقع كان يمدينا ندخله. خلينا نروح. احنا جينا هنا وكان في زي التليبورت، والتليبورت جابنا هنا. فبما انه دحين ذبحنا مورغوت، ابتأكد اذا يمدينا ناخذ الجريت رون حقته ولا لا. خلينا نشوف البوابة تفتح. أظن هذه حقت مورغوت. لا مو هذه حقت مورغوت. أوكي هذه شكلها حقت اللورد اوف بلود على ما أظن. طيب خلينا أرجع أطلع هنا في ذا المكان في الديفاين بريدج، وأستخدم التليبورت وبروح البرج الثاني. اوكي هذا هو البرج، نفتح برضو. قريبة، ممكن يبالي اتقدم. فشايفين هذا البرجين لسه عمل بيبان مقفلة، ممكن يبالي اتقدم في اللعبة او نهزم زعمة زيادة. ممكن هذا البرج حق ملينا، يبالي اتأكد عنه. بس حاليا اهو زي ما تشوف له البيبان كلها مقفلة، فيبغالي ممكن اذبح زعمة معينين. طيب خلينا نروح للأفينيو بالكوني، نروح للمكان اللي حددت لنا إياه ملينا. أبا أتأكد كم جريت رون إحنا دحين معانا حقة رادان وجودريك. طيب الحين نبي نروح يسار. تذكرون ذاك المصعد اللي حكيتكم عنه؟ طلعناه وضعنا فكان بونفاير عنده. لا ما كان في بونفاير، لقيناه ما كان في بونفاير صح، بس لقيناه مقفل.
شكله يعني الطريق هذا اللي دحين بنروح له كان مقفل لما نقتل مورغوت اللي قبل شوية هزمناه. فالحين بما اننا هزمناه الطريق مفتوح ومعانا المفتاح كمان اخذناه من ملينا. احنا قد جينا من بالطريق فاخذنا كل الايتمات اللي هنا. اوكي هذا هو المصعد. الان هذا المصعد راح يودينا للمنطقه اللي هي منطقه الثلج. راح يودينا للطريق اللي يودينا لمنطقه الثلج. فاحنا بنوصل هناك في بونفاير بنريح عندها. يصير بعدين ان شاء الله تعالى وقت ما نبدا في منطقه الثلج خلاص نبدا من عند هذيك البونفاير. اوكي تذكرون احنا جينا هنا في الحلقه اللي راحت هزمنا ذولا واخذنا تيلسمن تزود الدفاع ضد النار. وكان البوابة هذه ما يمدينا ادخل منها. كم تجينا الرسالة يقولي لازم اذبح مورغوت. الحين خلاص هزمنا مورغوت فيمدينا نعدي بس ما يمدينا نركب الحصان. ما حد انجلد. ايش تبون؟ هذول بيقعدوا يعدوني؟ اوكي شكرا. شايفين في دودة هذي؟ الدودة هذي تضحك. اذا قتلت اظن تكبر. شايفين تكبر. ايه قتلنا. ايش راح تدينا؟ اعطتنا سمبر سميثينج ستون 6. والان بما انه معانا الايتم في طريقين دقي. لا 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 بغيت اطيح. طيب خلينا مرة واحدة استفيد بما اني نزلت المصعد. في بونفاير تحت كويس اني نزلت. طيب خلينا هنا في وين في ايتم ترى. طب خلينا نطلع من الغرفة. اوكي هذه هي البونفاير اللي بريح عنده وهذه هي منطقة الثلج. احنا الان في الفوربيدن لاندز الاراضي المحرمة هو الاراضي المنبوذة. الحين ريحنا عند البونفاير خلاص فكناها يصير مدينا نسوي فاست ترافل عليها. ما راح نخش الحين هذه يبالها حلقة الحالة ان شاء الله تعالى يصير ما بلخبطكم. لكن هذا البرج ما في مشكلة نستكشفه. شايفين في غرفة هنا راح ننزل ونطلع. انا كنت ابغى ادخل هنا حصلنا ملابس وفي غرفة نحصل فيها ايش البليد اوف كولينج. اظن هذا نفس السلاح اللي كان مع ملينا. طيب كده احنا اخذنا الايتمات هذه اللي في التور. ابى ارجع المصعد لانه كان في طريق فوق. ترى في طريق فوق وفي زعيمين في زعيم يمدينا نباري. اوكي من هنا من عند البرج هذا اظن من هنا نفعل القوة. اوكي هذا لانه شكله برج بس شايفين مجرد انه نقرب الدنيا تظلم.
وفي ايتم على طول حيطلع لنا بوسين. يمدينا نستدعي الميمي كتير حقنا، سهلين تراهم مرة سهلين. اوكي هذا الاول قتلناه، والثاني لسه ما وصل. ايش سوى هذا؟ مسكين جلدنا. هزمنا ايزي واخذنا العاشز حقته زي الصمد. يمدينا نستدعيهم الحين. شايفين هذا هو نفس البرج، وصار في بون فاير هنا، واظن هذا هو البرج اللي بدينا نفعل قوة مورغوت. نفعل البون فاير ونفتح الباب. خلينا نتأكد ان شاء الله يفتح. يا هذا يفتح. اخيرا وصلنا الحمد لله على السلامة. ما في بوم فاير ثاني؟ في ناس ميتين هنا. شكله في بوم فاير فوق. اوكي هذه البوم فاير يمدينا ناخذ منها 2 جريت روين، يمدينا نفعل 2 جريت روينز. هذه البوم فاير هنا واحدة، وفي واحدة ثانية هنا المفروض تطلع، بس لسه لأنه ما هزمنا الزعيم اللي هو زعيم الدم. لكن يمدينا نكلم هذه وناخذ القوة حقت مورغوت. فقدام راح نجلد البرج، ما هي مشكلة نفعل القوة الثانية. وخلينا نشوف حقت رادان زي الخاتم الذهبي، تزود لك الاتش بي والاف بي والاستامنا. حلوة هذه، تزود لك بلس 5 في كل الستاتس، هذه كمان حلوة. حقت مورغوت تزود الاتش بي، بس تزود الاتش بي كثير 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 بزيادة. فيمديك تحط اللي تبغى. انا عن نفسي احب هذه لانها تعطيك بلس 5 في كل حاجة، يعني تعطيك 40 ليفل تقدر تقول. طيب الحين عندنا خيارين، يا انه نروح ان شاء الله تعالى في الحلقة الجاية منطقة الثلج ونبدأ مشوارنا هنا في هذه المنطقة، او انه نروح منطقة المجاري، ومنطقة مجاري كبيرة، ونخلص هناك المهمات حقتنا ونجيب التختيمة حقت تختيمة الكيوس. تختيمة الكيوس راح تمنعك من انك تسوي التختيمات الثانية الا في حالة انك زبطت وسويت كويست ميليسنت، يمديك تبطل التختيمة، يمديك تلغي المفعول حق تختيمة الكيوس. بس عشان تلغي المفعول حق تختيمة الكيوس لازم تسوي كويست ميليسنت. فبشوف انا ايش بقرر صراحة، اذا بروح منطقة الثلج او اذا بكمل في المجاري. يمدينا نيجي لمنطقة المجاري ترى بعدين عادي، مو شرط، يعني يمدينا نخلص كل شيء ونرجع بعدين نسويها، يعني مو ضروري الحين نسويها. بس بما انه هنا ودي كذا يعني خلاص اقدر انسى ذي المنطقة. منطقة البراكين برضو لسه بقيت لنا بعد ما اسوي ذي المهمة، ارجع وان شاء الله تعالى اخلص منطقة البراكين بالكامل، لانه منطقة البراكين تعتبر ليجاسي دنجن، فيها بوسز وميني بوسز، اشياء حلوة ان شاء الله تعالى. طيب قبل ما ننهي الحلقة، داري الحلقة قصيرة لان ما ودي الخبط الحلقات، خلونا نسوي اشياء جانبية. خلينا نجي لهذا البرج. تذكرون احنا عندنا مفتاحين، حلو، واحد منهم استخدمناه ورجعنا لمنطقة التدريب لو تذكرون.
استخدمناه ورجعنا لمنطقة التدريب وهزمنا زعيم التدريب وجبنا ايتمات من هناك. في كمان منطقتين ثانية مدينا نروح لها ومعايا انا المفتاحين. اوريكم شكل المفتاح، هذا هو الازرق. معانا مفتاحين في اللعبة، في ثلاث مفاتيح. هذا وين بيودينا؟ هذا بيودينا لمنطقة التدريب قدنا فتحناه. خلينا نشوف هذا وين بيودينا. في واحد منهم يودينا لنكرون. خلينا نتأكد وين هذا بيودينا، منطقة التنانين. خلينا نروح اول شيء لنكرون. دقيقة وين البرج؟ هذا هو. فعليا الفائدة الوحيدة انه نروح لذي المناطق، مناطق ما يمديك توصلها الا من هنا ترى. في ايتمات، فالحين بتشوف يعني منطقة نكرون في ايتم يمدينا نجيبه من هنا، والمكان ترى كان يمدينا نشوفه، وريتكم اياه لما كنا هناك. قلت لكم ما يمدينا نجيبه من ذا المكان، فاحنا دحين في نكرون في هذه المنطقة. طيب نبغى ننزل تحت. يعني انت فعليا انت بتيجي هنا بس عشان ايتم واحد، يعني عشان اوريكم وين المكان. يعني هناك مكان ما كان واقف الذيب وسوينا قابلناه في الكوست حقه هناك، بس ما كان يمدينا نوصل لهذا البرج، وذا البرج فيه له هذا وفي ايتم تيلسمن. فعليا المفتاح يعني بس عشان تاخذ التيلسمن. تاخذ التيلسمن وتقتل الوحش هذا. هذا انا من زمان ما سويته، فماني عارف النزله من وين. اتوقع هذا هو طريقنا. اوكي، وبمجرد انه معاك المفتاح يعني ممكن ما تبي تروح منطقة البداية، بدك تيجي هنا تاخذ الايتم. هذا هو الايتم تيلسمن. يعني ناخذ العشاب. اظن عندي مطور منه. يا هذا اللي حصلناه، هذا يزود لنا الدفاعات في كل شيء، في المناعات. انا قدي محصل البلس واحد ومرة ذاك الايتم، وما عليه تروفي ولا حاجة، بس يعني نوريكم اياه. خلينا نشوف صاحبنا هذا اذا يعطينا شيء. عاد احنا اقوياء ترى الحين، مرة اقوياء. أنا قاعد أسوي له بيري. يلا يلا بيري بيري. هلا أسوي لك بيري. يلا أخيرا. والله إني نوب. اوكي خلاص يلا قلنا. ايش راح يدينا؟ ولا شيء، بس فلوس. فعليا ذا المكان تبي تجيله بس عشان الايتم هذا، عشان التيلسمن. شايفين هذه المنطقة اللي احنا قد كنا فيها؟ هذا المكان كامل قد جينا. الحين خلوني ارجع مرة ثانية، نروح هنا ويمدينا نروح المكان الثالث. بس المكان الثالث بيودينا المنطقة الأخيرة في اللعبة، فتعتبر يعني كأنها حرقة. المكان الثالث يعتبر كأنه حرقة، فما أدري إذا بوريكم إياه الحين ولا إيش رأيكم نسوي. نفتك نسوي، يلا نروح له. نفس الشيء في له تيلسمن، نخلص منها. ما راح تخرب عليك شيء ترى، يعني نفس الشيء نفس الفكرة. هذا مكان ما يمديك توصل له إلا من هنا.
وراح يودينا للمنطقة اللي هي منطقة التنانين، المنطقة الأخيرة في اللعبة. فلو جيت بداية اللعبة هذول أقوية، مرة أقوية، فممكن تأخذ سنيك بيك على المنطقة الأخيرة. هذه شكل المنطقة الأخيرة، هذيك هي المنطقة. يمديك تشوف المكان بس ما يمديك توصل له من هناك، ما يمديك تجيله إلا من هنا. نفس الشيء راح يكون فيه الوحش. عاد هنا في وحشين مو واحد، اثنين. هذا واحد وهذا الثاني، شفتهم؟ غالبا نحط بفاتنا من قبل ما ننزل. وين الايتم؟ اظن الايتم يجي لما تقتلهم. خلينا نشرب المشروب. قول بسم الله. حلو نزل تاور. اوكي قتلنا الاول. انا باي يجي هنا، ما باي يطيح. اوكي الحقني يجي. طب وين الايتم؟ او هذا هو الايتم. اوكي برضو تيلسمن وبس. فعليا هذه هي المنطقة، احنا دحين في المكان هذا المجهول. نايس. طيب خلونا نرجع، ابا ارجع للطاولة بما انه لسه باقي لنا شوية وقت. برجع الطاولة بشوف اكلم الام بي سي اذا عندهم حوارات جديدة. انا متأكد التو فينجر وهذه راح يكون عندهم حوارات جديدة بما انهم راح يعرفون ان احنا وصلنا للشجرة وانه بنخطط انه نحرق الشجرة، وهم ضد الشيء، يعتبرون حرق الشجرة من كبائر الذنوب يعني. Well, you managed to return. You know what this means. The earth tree has burned you. The fingers remain still shaken. By this turn of events, they are busy consulting the Crater Will. When they are finished, the fingers will again offer their guidance. But thousands, if not tens of thousands, of moons must first pass. No matter for me, but you. How will you ever manage to wait? My... اوكي دحين شايفين هذه ارواح الزعماء اللي موجوده عندنا، يمدينا ناخذ الضربات هذه. هذه حقت كودريك، هذه حقت رادون، هذه حقت مورغوت اللي قبل شوي هزمناه. يمدينا كمان نشتري ملابس، شايفين هذه ملابس مورغوت يمدينا نشتريها، ملابس رادون، ملابس الملكه. يمدينا نقولها انه احنا نبى نحرق الشجره. Heavens forbid. That is not the domain of mere men. The burning of the earth tree is the first cardinal sin. And you say you seek the power of the rune of death too? The rune of death goes by two names. The other is destined death. The forbidden shadow plucked from the golden order upon its creation. Unleashing the rune now, would the fingers would never permit it. Nor would the greater will. But here, the fingers dormant, severing our link to the greater will. The realm and all life in ruins. Impossible events transpire beyond the ken of the fingers. Who is to say that the cardinal sin must be cardinal forever? Go on,
Take the course you deem. You must find only the smoldering flame in the great. الآن قاعد تدينا نصائح كيف نحرق الشجرة. نفس المكان اللي قالت لنا عليه ملينا. Special kindling is required to reignite the flame. For the flame to burn the earth tree, a sacrifice is needed of one who envisions the flame and can lead you to the rune of death. Okay, هذه عطتنا الطريق. قالتنا ان بنروح لمنطقة الثلج وهناك يمدينا نولع النار. بس عشان نولع النار لازم نضحي بأحد وبعدين نقدر نروح للمنطقة اللي فيها الروين اوف ديث. بعد كذا يمدينا نحرق الشجرة. خلينا نشوف الجماعات اللي هنا ايش عندهم. Well, I took you for dead, no matter if they had your arms then. لسه ما يمدينا نطور السلاح هذا. نبي نكلم جيديون. جيديون اول يعني قال لنا انه اذا جبنا له معلومات راح يدينا مكافآت. كل ما نهزم زعمه زي كذا يمدينا نرجع نكلمه وراح يدينا معلومات. If you're heading to the forge of the flame of ruin in the snowy mountain tops of the giants, you'll need to find the grand lift of Rold beyond the forbidden region. Or go if you would. The two fingers lost their purpose a long, long time ago. There are four more. Nicola of the Halig tree, the unalloyed. الحين قاعد يقول لي على الزعم الباقيين. ملينيا وميكلا. Luna Princess Rani, daughter to Renala. وراني. راني بس احنا خلاص خلصنا. Lord of Blood. Lord of Blood يمدينا نروح له في أي وقت. We seek the whereabouts of the remaining three shard bearers. If you should learn anything of these matters, I'll trade your findings for a hidden treasure. We both desire to stand before the Elden Ring and become Elden Lord as such. Okay, هو قال إنه إلى الآن هم يبحثون عن ثلاثة معلومات حقت الزعماء. اللي هم ميكلا وميلينا ولورد اوف بلاد. لورد اوف بلاد يمدينا نروح له دحين لو نبغى نروح للمنطقه حقته عن طريق الايتم هذا اللي اخذناه من مجموعه حقه الفاري. يمدينا نروح له دحين لو نبغى بس نبغى نروح في الوقت المناسب. ولو تذكرون في العاصمه حصلنا ذا الايتم السيد بيت كيرس. فالان لو نجي عند صاحبنا خلينا نكلم به نشوف نقدر نعطيه ايتمات. يمدينا شايفين البضاعة حقتها زادت صار عنده ايتمات زيادة. بما انه الايتم عندنا يمدينا نكلم هذا راح يعرف انه الايتم معانا. من يوم ما نكلمه راح يعرف انه الايتم معانا وراح يجي له حوار جديد. No. Wait. You have felt the curse. I can smell it on you. The box yet tender. Apparently my seed bed is ripe and waiting. It was a brief respite, I must say. Go and unshackle my corporeal flesh, trapped in the sewer jail below the capital. Okay, الآن عطاني المفتاح. المفتاح هذا لغرفة موجودة في المجاري. وهناك راح نحصل جسمه الحقيقي. هو الآن في الروح. جسمه موجود في المجاري. فهو عطاني المفتاح عشان أحرر جسمه. فيبغانا نساعده. Kill you and defile your corpse. Then the pox will truly be your own. فيا الآن زي ما تشوفين يبغانا نشتغل في الكوست حقه عشان له نهاية واحدة من التختيمات. والجولد ماسك برضه له نهاية. والتختيمة الكيرس برضه لها نهاية. والباقي خلاص سويناها. فالثلاثة ذول أنا شغال عليهم إن شاء الله تعالى. طيب شو رأيكم قبل ما ننهي استخدم أرواح ولا أخليها؟ لا أخليها جماعة. راح نلفل إحنا أصلاً كذا ولا كذا لفلنا كويس. يا طيب
أنا بنهي الحلقة هنا يا شباب، أتمنى ذي الحلقة عجبتكم، ونشوفكم إن شاء الله تعالى في الحلقة الجاية من تختيم Elden Ring. بإذن الله في الحلقة الجاية يا بنروح منطقة المجاري أو بنروح منطقة الثلج، احتمال كبير نروح، ما بقول لكم، ممكن نروح المجاري يا نخلص منها. يا يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله تعالى في الحلقة الجاية. كان معكم أخوكم بسام، وفي أمان الله يا شباب.